سبتمبر الماضي بدعوة من الحكومة الألمانية، الشيخ أسامة الأزهري وأنا في برلين كان عندنا لقاء، وكان حضره وزير التعاون الدولي الألماني مستر مولر، ويارن كان حاضر معانا هو وتوماس اللقاء ده في برلين، وابتدينا نتكلم بوضوح شديد. ويمكن لشخص في أي مدينة في العالم يجند شخص في مدينة أخرى وأصبح العنف ينفض منا جميعا. إذن صوت من المجتمع المدني من محافظة المنيا، وهذه الندوة سيتم نقل تفاعلاتها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ونشرها على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي العربية والأوروبية. أيضا أختلف مع سيادته في أنه حطهم تحت بند التهميش وانعدام الاحترام وعدم الانتماء هي الأسباب الوحيدة للعنف. لا، احنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأسباب اللي بتؤدي للعنف، وبعضها أسباب نفسية لا علاقة لها بعدم الانتماء أو التهميش أو ما خلافه. أسباب نفسية تتعلق بالولاء. Danish perspective. سوف أشارك من خلال إعطاء وجهة النظر الدنماركية ولكن بصورة مختلفة. But I think that many of the causes of terror and violence is common in all societies.